سيدي السلام عليكم، تحية لكم والله يعطيكم الصحة. اللي بعد اليوم ديال الشتاء وراها خلاتنا الشتاء وعطبتنا، جاتنا في بحال قلت تعطلت علينا، حتى جات لقاتنا ضربتنا غفلة، ياك فهمت، ضربتنا غفلة ورا عطبتنا الكسيبة راه ضاعت، حيت لقاتها عيانة ضعفت ما كلات والو وراه خلات الكسيبة. دابا انتوما كديروا انت كديروا الفلاحه ولا غير لا ما فينا بينا نديروا الفلاحه، ما عندناش الفلاحه، ما عندناش طرو ديال الفلاحه، انا غير هذا الشيء ولا كاع بغيت دير الفلاحه، باش شكون اللي غيدير لك الفلاحه؟ كاع ما قرينا ولادنا باش نديروا حنا الفلاحه، حنا راه متابعين الكسيبه ديالنا، اليوم في هذاك الجبل، اليوم في الجبل الاخر، وفين كاين شويه نقطه الماء الغدير وداك الشيء نمشيو نشربوها، هذا الشيء اللي كاين. حتى البير ما عندناش البير ديال الفلاحه اللي تعطي، ما عندناش الحمامات ديال الكسيبه فاش كيداو يديروا الدواء، ما عندناش حتى شي حاجه والو. دابا انتوما كتسموا رحاله، حنا الرحال ديال المغرب، الرحال ديال المغرب، الرحال ديال المغرب. منين تقدر تعطيني المسار ديالكم؟ منين كتمشيو حتى لفين؟ كنمشيو دابا من زاكوره ثلاثه الاقاليم اللي كنتمشاو فيهم، كان بعض المرات كنمشيو حتى لسوس، ولكن دابا سوس القضيه ديال مالينا ركان وهذاك الشيء حبسونا صافي، واحد عامين هذه راه حبسونا، قال لي كاينه 113 كتطبق القانون على الكساب ما يتحركش، وما عندنا فين مشى الكسيبه مشات، غير من عام الاول حتى لهذا العام راه مشات فيها اكثر من نص، بقات فيها ثلثين مشات. كاين دابا اللي عرق كريدي دابا غير عطيني المسار ديالكم انتم منين كتمشي المسار دي لا المسار ديالنا سيدي هذا الشيء الفايت راه كنمشيو حتى العيون، كنمشيو حتى لقلته الزمور، وكنمشيو حتى البوعرفه، وكنمشيو حتى لحاسي بركان، وكنمشيو حتى لمراكش، وكنمشيو حتى لمكناس، ولكن عامين هذي طبقوا علينا، جاوا باغي يطبقوا علينا وحنا ما قابلينش، حنا ما بغيناش هاد 113 ما قابليناش، رافضين هاد الشيء، كيدمر الكسيبه وكيدمر حياه الكساب، داك الشيء اللي عندنا بحال قلت واحد شويه ديال 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 الماء كيقصر في واحد سميتو راه بغاو يقطعوها. دابا الا جاوا يطبقوا علينا هذاك 113 13 على هذا الشيء اللي وقع علينا صافي راه سالينا، صافي الصلاه على النبي راه ما بقاش. احنا راه كاين اللي عنده 5000 راس، كاين اللي عنده 200 راس، كاين الكسبه ديال المغرب، كنهضر لك على الصفات العامه ديال المغرب. عندكم شي جمعيات؟ عندكم شي اطار؟ كاين شي اطار ديالكم انتم؟ جمعيات كاينين، جمعيات كاينين، اللي كاين اللي عنده جمعيات. انا في انا انا, أنا حاليا منخرط في جمعيه وطنيه للكسبه المغرب، ولكني راه ما يلاه تكونت عام هذه، باش تكونت مازال ما استفدنا والو، كنمشيو لهم في هذا. شنو بغيتوا تستافدوا انتم؟ بغينا في هذه الازمه ديال الجفاف وكورونا وهذا الشيء اللي وقع، زادوا لنا 113 13 كيقول لك راه هذا القانون راه غادي يطبقوا على الكسابه. حنا شكون اللي عاطبنا كاع 100%؟ عندنا المساله الله يجينا ويجيك هذه الكورونا، الله يجينا ويحفظكم، وعندنا الازمه ديال الجفاف، وزادوا لنا 113 13 قال لك ما تمشيو فين؟ قال لك راه كل واحد يبقى في بلاده، وجينا للبلد ديالنا لقينا الناس غادي يديروا لها المحافظه، وغادي شي مافيات ديال العقاريه اللي غادي يديونا التراب ديالنا، ما عندنا فين نمشيو، ما عندناش البديل ديال هذا الشيء. حنا كنا شويه كنستافدوا واحد شي شويه، كنمشيو الى كاين الشتاء في الداخله كنمشيو للداخله، كاين الشتاء في العيون كنمشيو للعيون، كاين الشتاء في بوعرفه كنمشيو لبوعرفه، كاينه في جهات سوس مسا درعا كنستافدوا شي شويه. دابا تحبس داك الشيء، انا دابا كندير التليفون للدري راه حبسوهم في واد نون، جهه تقول لهم واد نون، حبسوهم الروحه اللي كانوا في مكناس، راه جا دابا وقت الحرث هذه، راه اليوم 23 في شهر 10 اكتوبر، راه الناس غادي تشرجي باش تمشي للداخله، راه حبسوهم، راه ضيعوهم، كاين اللي شرجا دابا 15 كاميون، كاين اللي شرجا 30 كاميون ديال الكسيبه، حطوها في كلميم ضاعت. دابا حنا هاد البلاصه شنو سميتها؟ حنا سيدي قياده التنغير. الجهات الرشيديه درعتها في لالت، وهنا حاليا اكنيون، هذا قياده اكنيون جبل صغرو. دابا انت اليوم كاين في جبل صغرو؟ اييه نعم. بحال التوقيت دابا فين خاصك تكون؟ خاص اللي يكون عندي الحريه اللي كاينه فين بحال دابا؟ اسمح لي، لا اسمح لي، لا اسمح لي يكون عندي الحريه التنقل. دابا تلقاني ان شاء الله بحال في هذا الفصل هذا، تلقاني في الداخله، تكون في الداخل، نكون نيشان في اوسرد. علاش بالضبط؟ دابا داروا الحصار، راه مشينا لا دابا هنا البرد وفات الوقت ديالو، من نهار وصل سيدي واحد في 10 ولا 15 في شهر 9 يخصني نخوي هذه البلاد. دابا راه الطبلوكينا
ما عندنا فين نمشيو، هالكسي بضع فيها اكثر من النص، وهالدعم ما كاين، وحتى شي حاجه ما استفدناش. كون حنا دابا بحال هذا الشيء، كون درنا بحسابه يقريو الدراري ويكون عندنا بعدا اللي يجي يرد يعطي لنا شي حاجه، بحال الدراري يردوا لنا شي حاجه مزيان. دابا راه تبعنا الكسيبه حتى لدابا، قال لك راه غادي يقسيونا بجميع المزايا. ولادك دابا حتى هما كيديروا والو، حتى واحد ما قرا. كلشي كاينين عندي، كلشي كيدير طار، كلشي طار حال، حتى واحد ما قرا، حتى واحد ما عنده بلاصه، حتى واحد ما مستفد والو. كيسرح كيسرح بالنهار ويروح بالليل، هادشي اللي عندنا. والكسيبه دابا انتم كتشوفوا الحمد لله، ملي جيتوا حتى العين ما كان شفتوا كلشي، شاهدتوا كلشي بعينكم، ما كيقول لكم حتى شي واحد. ها حنا هضرنا الليديعة الناس ديال الصحفيين والخبراء اللي سميتو، جاو حتى لعين المكان، حتى شافوا اللازمه ديال البرد، شافوا اللازمه ديال الجفاف، ديال كورونا، جميع المسائل. وزادوا لينا ديال 113 13، راه ما قبلناش، ما كان قبلوهاش. احسن لينا القبر من 113 13. هذا القانون اللي غادي يفرضوا عليك السابه ديال 113 13، راه احسن لينا نمشيو للقبر ولا نقبلوا 113 13. فيها شي نقاط الله يجعل البركة مزيانين، وين شي نقاط بحالي فيكسيوك في البلاصة وانت كتموت، هذه ما قابلينهمش. ولكن القانون اللي قالوا سيدنا الله ينصروه مرحبا، ولكن يعطيو لنا شي بديل. مرحبا القانون ديال سيدنا، حنا ماشي ضد القانون، حنا معترفين بالقانون، ولكن يعطيو لنا شي بديل. حنا 100% غادي نستافدوا في هذاك البديل، إلا عطاو لنا الدراري يقراو، وعطاو لنا واحد 10 القطارات مجهزة، فيه البير، فيه السياج، فيه جميع المسائل، قابلين. وما بغيناش حتى ما رحنا، غير قلنا حنا واش عاونا الدولة دابا. حنا دابا قلنا واحد القطاع ديال الدولة هي الكسيبة، وبلغنا المجهود ديالنا، ودافعنا بولادنا، وضحينا بعيالاتنا، وضحينا بجميع المسائل، صدقنا ليه. وقال لك أسيدي غادي يقسيوها ما فيها والو، وما عطاوناش البديل، ودابا الله ينصر سيدنا كنطلبوا البديل. من حاري شيت سي دارنا دي ولا ما كاين سكان والو، يدنا هي مزغوت فل ندا شادر هذا قيمه والو يا مان والو ني ورني هي مضاك كان يضغرني. قال لا نرد اختار حدا سي دارنا دي نتكرفا زرد من ايام ولا 10 ايام ولا انه يبريد خصها الشوط خصها النار خصها المونت خصها شي دين وترقاتها فويت الا ولا لا زيقول لي الا ولا الا خصها نساغ العال فهمت المهم انا مرتيت شات قيم صلاص واللي هي دورتيت هي الا الجفاف والو ما دازت ولا تيت قيم تغرس الجوع اش بغا صورت اللي تو جا خصني قريض اللي ما يتقدم بنادم ديالنا غير اللي ما يصرف بنادم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.